على الرغم من سريان الهدنة، إلا أن المعارك في البيضاء ما زالت مستمرة. فالمدينة التي تقع وسط البلاد لا زالت تشكل عقبة أمام الميليشيا التي تحاول إخضاعها، حاصدة في صفوفها الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. قصف مدفعي بقذائف الهاون قامت به الميليشيا على مناطق الملاح والعبل في مديرية قيفة، طالت منازل المدنيين، أعقبتها اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. على صعيد متصل تواصل الميليشيا دفعها بتعزيزات من بينها دبابات ومدافع هوزر إلى جبل العرقوب، لتواصل قصفها على جبل نوفان في بلاد الجوف بمديرية قيفة رداع. من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيا في مديرية مكيراس، حيث أشارت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف مواقع الانقلابيين في رأس عقبة ثرى، كما استهدفت المدفعية منطقة وادي البرهمي شرق خزينة عريب بمديرية مكيراس. وقال المصدر إن القصف جاء في ظل استمرار خرق الميليشيا للتهدئة وقصفها لقرى ومناطق المواطنين في المحافظة.